المباراه او الدور العام بدا بالامس طبعا زي ما حضراتكم عارفين بلقاءات كانت قويه جدا وغزيره من حيث الاهداف بدات المباريات بمباراه نادي البنك الاهلي مع طلائع الجيش واللي حقق فيها مفاجاه كبيره جدا نادي البنك الاهلي بنبارك طبعا لكابتن خالد جلال نجم الزمالك السابق والمدير الفني نادي البنك الاهلي بالفوز على طلائع الجيش بثلاثيه نظيفه آه بأهداف موسى دياورا ومحمد هلال هدفين، ثم آه المباراة اللي كانت حديث الناس كلها الحقيقة وكانت مباراة ممتعة بالتأكيد ما بين سموحة والاتحاد السكندري بعد أن تقدم سموحة برباعية مقابل هدف استطاع أبناء حسام حسن وسيد البلد الاتحاد السكندري العودة إلى المباراة والتعادل أربعة أربعة ودي كانت مباراة الحقيقة كانت مباراة كبيرة جدا جدا من الفرقتين واستمتعنا بها جميعا من حيث الأداء ومن حيث أيضا كثرة الأهداف، ثمان أهداف في مباراة واحدة. ثم القادمان الجديدان للدوري العام فيوتشر وفاركو، استطاع فيوتشر أن يقتنص ثلاث نقاط غالية عن طريق أيمن الصفاقسي المهاجم المنتقل من الدوري التونسي واستطاع فيوتشر حظ ثلاث نقاط. النهاردة بدأت المباريات الحية مع المكون العرب الساعة 3 مع الوافد الجديد الآخر أو الثالث إستر كومباني وانتهت بفوز المكون العرب بهدف لجون أوكلي المباراة جارية الآن ما بين نادي الجونة ونادي سيراميكا و والمباراة حتى الآن إن لم يجد جديد التعادل بهدف لكل منهما تقدم سيراميكا لسيف ثم احرز خالد أمر كالعاده هداف نادي الجونه وهداف طبعا الزمالك السابق وايضا اتحاد السكندري السابق هدف التعادل. ثم مباراه نادي الزمالك مع او بي مع الزمالك على اعتبار انها مباراه انبي النهارده لان طبعا حضراتكم عارفين تغيير الملعب ادى الى ان نادي الزمالك يقول ان دي المباراه الاولى لانبي ثم المباراه الثانيه هتبقى على ارض الزمالك كان مفترض مباراه الزمالك ولكن لصعوبه ايجاد ملعب للزمالك حصل تغيير في الملعب بكره ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله الساعه خمسة ونص هيلتقي بيراميدز مع مصر المقاصه استاد الدفاع الجوي ثم الدراويش في مقابله صعبه وايضا صعبه على النادي الاهلي في استاد برج العرب مباراه هننتظرها جميعا طبعا يوم الخميس إن شاء الله غزل المحله الساعة خمسة ونص مع المصري البور سعيدي في استاد برج العرب مباريات الحقيقة قوية جدا جدا إن شاء الله بإذن الله نستمتع بها جميعا